بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم رشيد تازي من مدينة الدار البيضاء، حامل كتاب الله، متزوج، عندي بنية من ذوي الاحتياجات الخاصة. أخويا أنا مشيت مشي من خلق، إنما تولت عملية سنين عاد 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 وقع لي الواقعة. كنت خارج من مدار طب حركات غادي في الطريق، عاد وقعت لي هاد المشكلة، ولله الحمد دوزت قريت الحمد لله حتى الثاني اعدادي، والحمد لله بعدا من بعد الدراسة مشيت للتاودانت، بعد التاودانت جديدة تم حفظ القرآن الحمد لله، حفظ التنحيب ديالي الحمد لله، وهذا من فضل ربي. ودابا الحمد لله من بعد تزوجت ودابا عندي بنية. تقول لي كيفاش تزوجتي كيفاش تهدي، ولكن داكشي اللي الحمد لله في السماء رزقكم ما توعدون. انا براسي ما فهمتش راسي كيفاش تزوجت وكيفاش الان عندي بنيه، ولله الحمد هذا من فضل الله تعالى علينا، وندعو الله تعالى يكشف غمنا ويفرج همنا ويستعيذ عنا شر الخلق ويستعيذ عن هذا البلد الاسلام شر الخلق وشر المشرورين ويحفظ هذا البلد. الخويا المعاناة اللي كان عاني منهم أنا هو الحمد لله داكشي كله سبحان الله من عند الله، كيبقى لي الصدر ديالي كيبقى ما كنقدرش نقول ما كنقدرش هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى داكشي كيفاش الناس اللي كيعرفوني اللي كي هذاك كيثق في وجه الله اللي كيتعاون معايا هذه ودابا يعني أنا اللي كان طالب يعني أنا عييت بزاف ما الصحة ديالي بزاف هاد الحياة اليومية ديالي كدوز عندي صعيبة جدا، ولكن الحمد لله على كل شيء اللي أنا كان يعني دابا بحكم أني كان غادي كان في سن ديال 20 سنة، وكان تفكر الطفولة ديالي كان تفكر كيفاش أنا تفقت البطاطا ديالي كيفاش أنا كنعيش واحد الحياة اللي هي الحمد لله متزوج وانا عندي بنيه كيفاش توصلت لهذا المستوى، وبحكم ان في الصغر ديالي كنت كنقول كيفاش انا غنخرج كيفاش انا غادي نمشي بحالي بحال الناس وكيفاش انا غادي نتزوج كيفاش انا غادي نعيش بحالي بحال كسائر المواطن او كسائر انسان على وجه الارض. باقي عاقل على كيفاش تطحت، اما كيفاش هذيك اللحظات ما حتى ديك اللحظه باش انني طحت ولا ديك ما عقلتش، يعني بحال اللي غتقول مشيتي واحد الخمسه واحد الجميطه ولا هذيك وانت تفقد الذاكره، غتبقى واحد ربع ساعه ما عقل على والو، غتفيق غتشم غادي واحد 3 متر ما عقل على والو، غتجي غتلقى راسك غادي في الطريق. شكون انا اللي قال لي هادشي هذا؟ هو اللي كانوا معايا الدراري اللي كانوا خارج معايا من الدار بحكم انه كان الاخ ديالي، هو اللي قالوا لي تمالك رشيد هذا طحتي، بقاو كيضحكوا الدراري وانا هذاك الضحك وهذاك اللعب وهذيك الطريقه التعامل وهذيك ما تقبلتهاش، وكان يعني انا ما قدرتش بقوه الصدمه اللي انا مصدوم واللي انا بواحد الحاله لا يوصلها ما قدرتش نقول لهم انا تعميت وما غيسيقونيش غيبقاو يضحكوا عليا يعني غيبقاو يضحكوا عليا وغنتم غادي في الطريق بحال هكا وما هما غادي يسحبوا كنكذب وغادي نطيح ولا ندير شي حاجه. الله المستعان، يعني الحمد لله الله وقف معايا في ديك اللحظه ومشيت باذن الله حتى للدار والحمد لله. خويا اش نقول لك، البنيه ديالي كنت مع عندي واحد الاحساس، عندي واحد الاحساس حزين، واحد الاحساس من اتجاه الابنه ديالي ومن اتجاه يعني هاد الحزن هذا اللي هو انني ما قادرش نشوف بنتي، وكنشكر عليها الله حمدا وشكرا لله. ربما لو ما لم وقع لي هاد المشكل هذا ما نحفظش القران ولما ما غاديش نوصل لهاد، ولكن ولله الحمد كاين واحد الشعور واحد الاحساس كتحس براسك مريح مع بنتك ما كتشوفهاش كي دايره، هي كنهزها في يديك ولا ما كان يعني كنتخيلها في طبيعه الحال كنتخيلها كسائل الملائكه اللي كيكونوا يلاه بعدين. حاجه واحده اللي كنطالب انا من هادشي كامل، حاجه واحده اللي كنطالب هو انني انا بغيت غير لقمه العيش
اللي غنقدر حتى انا باش ناخذ الحليب لبنتي، حتى انا باش ناخذ الكوت لبنتي، حتى انا باش نعيش الدنيا هذه، حتى انا باش نعيش كسائل انسان. ما كان طالب حتى بشي حاجه، كان طالب نعب بشي حاجه اللي نقدر نعيش بها، شي راس المال اللي نقدر نعيش به، شي راس المال اللي نقدر ندير شي مشروع حتى انا نخدم، حتى انا نبيع شي، حتى انا تكون بجنبي ماشي، ولا يكون بجنبي شي واحد اللي كان تيق فيه اللي غيخدم ليا، ولا انا غنتخلص، انا غتكون نادي غادي نخدم حتى انا، غيقولوا هذاك السيد خدام على راسو، ماشي هذاك السيد منين كيجيب فلوس. وما دابا انت كتكون خارج، كتكون دابا كتعيش واحد سولتني قلت لي كيفاش كتعيش الحياه اليوميه ديالك بحال هكا، هاد السيد منين كيجيب فلوس، حتى هذاك السيد منين كياخذ الحليب، وحتى الانسان ما عارفكش باللي انك تتعذب وكتقاسي وكتعاني، وفي دقيقه 90 كيسخر لك الله هاد السيد او السيده اللي غياخذ لك مثلا الحليب، او ثاني اللي غيتعاون معك بشويه بشويه غتكمل هذيك 160 درهم ديال الحليب، ولا هادي ولا هادي ديال الباطه الكبيره او الصغيره ديال 15 ولا اقل درهم، او هادي او ليكوش او بزاف بزاف بزاف. هادشي كنتكلم لك انا على الحليب وليكوش، وخلي يعني انسان اي واحد على وجه الارض الا وعارف بحق المعيشه والكره وعارف بكل شيء. ماشي غادي نقول لك انا يعني انسان اللي مزوج واللي عارف كيفاش كيعيش حياته، عارف كيفاش كي شنو هو المعدات اللي كيخصو، شنو هو داكشي اللي غادي اللي غيحس عليه، داكشي اللي غادي عائله الخوت والوالدين كلهم في تازا، كلهم في تازا. كنسولو فيها كيجو، كنتواصل معاهم في التليفون، كنمشي عندهم انا بنج ديا كنمشي، ولكن انا حيت عارف عائلتي، حيت عارف الوالدين ديالي، حيت عارفهم حتى هما بعلم بهم الله بنعزوج الحجاج الخاصات هما مخصوصين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا